عليكم، يعطيكم العافية. عندنا اليوم لكم سليق إن شاء الله يعجبكم. نحط هنا حبة دجاجة، نقسمها نصين نصين كذا. نبدأ نحط الموية المغلية كما شايفين، كمان حزود واحد ثاني عشان الموية لازم تكون كاملة. نحط عليها زي ما انتم شايفين ليمون أسود، فلفل حار، قرنفل، قرفة، قرنفل، ورق الغار، شوية هيل مطحون زي ما انتم شايفين. نحطهم هنا، نحط الملح، نحطهم على النار لحد ما يستوي الدجاج، ونكمل معاكم إن شاء الله. هنا استوى الدجاج، نبدأ نطلعه. والحين حطيت ملعقة، هذه الملعقة الثانية، معجون طماطم، وهنا بهارات مشكلة، وهذا ملح، وهذا ثوم مع كمون مطحون، وهنا خل. تقريبا 3 ملاعق خل. وهنا زيت تقريبا 3 ملاعق زيت زيتون. وأبدأ أخلطهم مع بعض، أمزجهم سوا كذا. بعد كذا أضيف عليهم من المرقة الدجاج، وأحطهم على الدجاج. حتشوفون الطريقة بعد شوية. يلا هنا الخلطة اللي عملناها قبل شوية، هنا حطوا ملح ماجي، وهنا فلفل حار عشان يعطي نكهة لذيذة مرة. وبعد كذا نبدأ نحط نفس المرقة، ونضيفها الخلطة هذه، نضيفها فوق الدجاج وندخلها الفرن لحد ما يتحمر، وبعدين نقدمها إن شاء الله زي ما انتم شايفين. ندخلها الفرن، ندخلها الفرن بس من تستوي من فوق تحمر، لأنها يعني ردي خام الدجاج. على فكرة بعضهم يشيلون البهارات من المرقة، يصفونها يعني يصفونها، ما يحبوا البهارات فيها، بس أنا أفضلها فيها. إذا أنتوا ما تبغوا أنتوا براحتكم، أو الطريقة اللي تبغوا تسووها، ممكن تصفوا المرقة وتطلعوا البهارات منها وتحطوا الرز على طول. أنا بحطهم معه، ما عندي مشكلة كذا، أحسها ألذ يعني تعطي النكهة أقوى. لكن اللي يبغى نكهة أخف ممكن يشيل البهارات ويصفيها ويبدأ يحط الرز كذا لوحده مع المرقة لوحدها. وبس طلعنا الدجاج، هنا طبعا مملح خلاص جاهز. نقوم نحط ايه؟ نحط الرز، رز المملح. نخليه يغلي على نار قوية، نكمل إن شاء الله بعد شوي. هنا بدأ يستوي الرز شوية، بعدين أحط عليه الحليب، البودرة 6 ملاعق، وأبدأ أكمل لحد ما يستوي 6 ملاعق. وبعدين هنا حطيت المستكر، ونكمل لحد ما يستوي. كمان بعد ما حطينا المستكة، نحط كمان ملعقة زبدة أو سمنة، نكمل عليها الطبخ. يبدأ يستوي نحط قصدير عشان يتبخر، واللي عنده قدر ضغط ممكن يستخدمه.
عشان يتبخر كذا تقريبا 10 دقائق، بعدين نفتح عنه ونحطه. طلع الدجاج ما شاء الله كيف شكله، نحطه هنا ونفتح عنه بس. الحمد لله ما شاء الله هذا الرز مستوي، احضره في الصحن وبعدين اوريكم نحطه فوق الدجاج حتشوفون ما شاء الله. من هنا نحط الدجاج فوق الرز، بالحناء والعافية. بالحناء والعافية. حبايبي المكونات والوصف في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي يوصلكم كل يوم ثلاثاء من مطبخ حلوم، ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله.